أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول: أنا علي نقود وفلوس لأناس أخذتها بطرق غير مشروعة، والحمد لله ربي تاب علي ونفسي أحج هذه السنة، ماذا أعمل تجاه هذه الفلوس التي أخذتها بغير سبب؟ هذه أموال الناس لا بد من ردها عليهم، ما يكفي التوبة، مع التوبة لا بد من ردها. من شروط التوبة في مثل هذا أن ترد المظلمة إلى من ظلمته، وأن تطلب منه المسامح. وإذا كان ما عندك مال يغطي رد هذه الأموال، ليس عليك حج، تبدأ بأداء هذه الأموال إلى أصحابه، تخليص ذمتك. نعم.